السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الدد في كل مناسبة يسأل عن الأشاعرة للأسف لا يقول الحقيقة، فلا أعلم هل هو يكذب أم هو جاهل أم يتغافل، علما أن أقوال الأشاعرة موجودة في كتبهم، وأنا لا أشك أن الدد مطلع على أقوالهم، وهم لا ينكرونها بل يدافعون عنها ويصرحون بها، حتى المعاصرين منهم كسعيد فودة، يسري جبر وغيرهما، إلا أن الدد يصر أن ينفي عنهم تلك العقائد، ثم يزعم أنهم من أهل السنة، فلا أعلم كيف يكونوا من أهل السنة وهم أشاعرة يحاربون أهل السنة. أليس هذا جمع بين متناقضين؟ مثل أن تقول لشخص أنت بريء ومتهم، لكن الدد حتى يخرج من هذا المأزق يقول أن أهل السنة ثلاثة أصناف: الأشاعرة، الماتوريدية، وأهل الحديث. وكنت قد رددت عليه في عدة فيديوهات سابقا بخصوص هذا الموضوع، وبما أن الرجل شنقيطي من موريتانيا أرسل لي أحد الإخوة مقطعا للدد منتشر بكثرة عندهم، يدلسون بهذا المقطع على الناس ليمرروا عقيدة الأشاعرة المخالفة لعقيدة السلف، زاعمين أن هذه هي عقيدة أهل السنة. نسمع الكلام ثم نعود. قالوا أن الأشاعرة خالفوا أهل السنة في 15 أصلا. لا، أولها أن أولها أن مصدر التلقي عندهم العقل وليس النقل. هذا ليس صحيحا، بل كيف يكون مصدر التلقي عند أبي الحسن الأشعري الذي هو من أئمة أهل الحديث ومن أئمة أهل القراءات والتفسير، كيف يكون المصدر عنده عقليا؟ ما قاله هو هذا ولا وجد في شيء من كتبه. وقولا بالتحسين التقبيح العقليين، لما قالوا ذلك بل أنكروه، قالوا الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته عقلي، وبمعنى وجه الكمال والنقص عقلي كذلك، بمعنى ترتب الثواب والعقاب شرعي ولا شرعي إلا بوحي. وتفريق في خلق القرآن بين الكلام النفسي و... لا، بالنسبة لهذا ليس تفريقا في خلق القرآن، هذا تفريقا فيما يتعلق بوصف الله جل جلاله، وهذا التفريق هو نفسه أيضا لدى أهل الحديث المتأخرين، لأنه اجتهاد ليس نصا. لو جهله الإنسان ومات ولم يعرف أن في شيء اسمه الكلام اللفظي الكلام النفسي لما نقص ذلك فيه، ولو علمه على هذا الوجه، ولو علمه على هذا الوجه أيضا لا شيء في ذلك، لأنه اجتهاد. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي توصل إليه أن الكلام قديم النوع محدث الآحاد، هذا كلام شيخ، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اعتقاد هذا هو الكلام النفسي، هذا نفسه هو معنى الكلام، الفرق بين الكلام النفسي واللفظي لا فرق بينه. وتكفيرهم لمن آمن تقليدا لا بالنظر، هذا محل خلاف عند الأشاعرة ومحل خلاف أيضا لدى أهل الحديث. قالوا بتكفير من آمن تقليدا، لا، روي عن الشافعي وروي عن بعض أهل الحديث القول بذلك، وروي عنه خلافه، والقول بأن ذلك مختص بأبي الحسن الأشعري غير صحيح، والسيوطي نظم ذلك في الكوكب. نعم. وبالنسبة لاكتفائهم بالإيمان القلبي وأنه يغني، لا، ما قالوا هذا، ما قالوا هذا، بل القضية هنا هي قضية مفهوم الإيمان، هل يدخل فيه العمل أم لا فقط، وهذا خلاف بين التابعين، لا في أنه مجزئ أو لا لا, لا 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 كيف يكون الإنسان تارك للصلاة مثلا أو للصوم أو للحج أو المؤمنة. وبالنسبة لعدم إثبات من العقائد بالسنن، هذا غير صحيح، كيف ما فيه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أحدا من أئمتهم يستطيع إنكارها، ومن أنكرها كفر، كل سنة ثبتت وأصبحت قاطعة سواء كانت في الاعتقاد أو في العمل، فردها على النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فالله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني كل هذا الذي نسبت لنا الأشاعرة مما رأيته منسوبا إليهم في بعض الأبحاث والدراسات لا يصح، لا يصح، هو عدم هذا. قد تكون تلفيقا، تجد قولا لواحد ينتسب للمذهب الأشعري في وقت من الأوقات. ونحن ذكرنا أن في المذهب كثير من الأخطاء، فمثلا أبو الحسن نفسه لديه أخطاء وقد رجع عن كثير منها. طيب، في آخر عمره في كتاب المقالات الإسلامية والإبانة، لكنه أخطاء استمر عليها، وكذلك أتباعه فهم من أهل السنة ولديهم أخطاء عقدية كلها اجتهادية. الخلاصة أيضا أنهم لا يخرجون من دائرة أهل السنة، لا يخرجون، بل لديهم أخطاء فقط، مثل المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية الآن المذهب المالكي والحنفي والحنبلي والشافعي كلها مذاهب السنة. طيب، وفيها أخطاء وفيها صواب، ما من مذهب إلا وفيه خطأ وصواب. طيب، ولا يخرجها الخطأ وعن أن تكون مذاهب لأهل السنة. المتصوفة، المتصوفة يختلفون باختلاف حالهم أيضا، فمن كان منهم من أهل السنة اعتقادا وعملا
الشيخ عبد القادر الجيلاني والهروي وغيرهما من جهة الممارسة من وحتى ابن القيم صوفي وهو شيخ الصوفية الصوفية الحق. فهذا النوع لا يمكن أن ينكر لأن الشرع الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعني لا هي صحيحة وهو يقولها نفسه وكتبه مدارس السالكين موجود وغيره عدة الصابرين. كما سمعتم في هذا المقطع ينفي الدد عنهم كل ما هو معلوم من عقيدتهم كقولهم العقل هو مصدر التلقي وقولهم بالتحسين والتقبيح والكلام النفسي لا. ومن تلبيس الدد ينسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بدون حياء مستشهدا بقول شيخ الإسلام عندما قال الكلام قديم النوع محدث الآحاد، يعني هذا كلام نفسي بزعم الددو. أيضا نفى الددو عن تكفير الأشاعرة لمن آمن تقليدا لا نظرا، وبل يفتري على الإمام الشافعي بأن هذا رأي له ورأي بعض أهل الحديث. وكذلك نفى عنهم أن الإيمان هو التصديق القلبي، وكذلك نفى عنهم عدم إثبات العقائد بالسنن، ثم يقول أن الأشاعرة من أهل السنة ولديهم أخطاء عقدية كلها اجتهادية، وهذا والله فرية ما وراءها فرية. ويشبه ذلك الاختلاف بالاختلاف الفقهي بين المذاهب الأربعة، كل ذلك وغيرها من الأكاذيب في الدفاع عن الأشاعرة. طبعا هذه الأقوال تحتاج إلى سلسلة لإبطالها وبيان كذبها، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله من هذا الرجل المشاغب المفتري على عقيدة وعلماء أهل السنة والجماعة. طبعا الدد معروف أنه أشعري صوفي يدافع عن الصوفية يتمسح بأهل السنة، ودليله أن الجيلاني وابن القيم صوفية. ما هذا التناقض؟ بالله عليك، الجيلاني السلفي يقول بقول الأشاعرة أم ابن القيم وتنسب إليهم الصوفية؟ وحاشا وكلا أن يكون الجيلاني وابن القيم صوفيا أو أشعريا على طريقتك. وهنا سوف أحاول أن أبين تدليس الدد فيما قال في مسألتين: الحديث النفسي الذي يكذب فيها على ابن تيمية، وتكفير من آمن تقليدا. أما الأول فمعروف ذلك عن الأشاعرة، وما ذهبوا إليه في هذه المسألة أمر لا يقبله العقل ولا يسوغ الشرع، أي الكلام النفسي، أن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس يستوي فيه الأمر والنهي والخبر والإنشاء، وهذا في غاية الغرابة والعجب. ويلزم منه أن قل هو الله أحد هي بعينها تبت يد أبي لهب وتب، وهي ولا تقرب الزنا، ثم قالوا عن هذا المعنى النفسي إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. ويلزم من هذا أن ما في القرآن من المعاني هو ما في التوراة والإنجيل، وهذا والله باطل، يكفي في بطلانه مجرد تصورة. وممن يرد على هذا الباطل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتهمه الدد أنه يقول بالكلام النفسي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام. نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معناهما معنى القرآن، بل معاني هذا ليست معاني هذا، وكذلك قل هو الله أحد ليس هو معنى تبت يدا أبي لهب، ولا معنى آية الكرسي، ولا آية الدين. هذا كلام ابن تيمية، فلما تكذب عليه؟ والحاصل أن الذي أوقع الأشاعرة في هذا الانحراف العجيب هو إنكارهم أن الله تعالى يتكلم بكلام ملفوظ مسموع بحرف وصوت، واختراعهم لهذا الوهم المسمى بالكلام النفسي الذي اخترعوا له هذه الصفات الباطلة معنى واحد يستوي فيه الأمر والنهي إلى آخره. ونتيجة ذلك أن الله تعالى لا يتكلم حقيقة، إذ الكلام في لغة العرب هو اللفظ والمعنى، ونتيجته إلى أن القرآن المتعبد بتلاوته مخلوق لم يتكلم به الله. أما عبارة الكلام قديم النوع
محدث الآحاد التي ينسب إلى الإمام ابن تيمية، أقول لفهم هذه العبارة نحتاج إلى تفصيلها وفق مفاهيم الكلام عند السلف وعند المتكلمين. فالمقصود بأنه قديم النوع، أي أن كلام الله من حيث أصله وصفته قديم أزلي، أي أنه صفة من صفات الله الذاتية. الله سبحانه وتعالى متكلم منذ الأزل، فيكون كلامه حادثا من حيث الأفراد أو الأحد، أي الألفاظ والجمل التي تصدر في أوقات معينة. على سبيل المثال، كلام الله لموسى عليه السلام أو نزول القرآن يعتبر حادثا لأنه وقع في زمان معين، ولكنه مستند إلى صفة كلام قديمة النوع، فنوع الكلام يشير إلى أصل الصفة كون الله متكلما وهي قديمة. أما أحد الكلام يشير إلى الكلمات والجمل التي تحدث بإرادة الله في أوقات معينة وفي حادثة، فشتان ما بين هذا وذلك. فلما الكذب على شيخ الإسلام؟ وهذا الموضوع يحتاج إلى زيادة تفصيل لا يسع المقام لذلك، وللحديث بقية.